طيب احنا برضو كان عندنا خاص ب اوباما برضو اتكلمنا قلنا ان اوباما جاله له عقد من بيراميدز وان الراجل مضى رغبه في التواجد في بيراميدز رغم ان الامور في الوقت الحالي ما ينفعش لازم ما بعد شهر يناير لكن احنا عندنا مصادرنا خاصة ان اتكلم او النادي بيراميدز اتكلم مع اوباما وفي زي ما بيقول امضاء رغبه من خلال اللاعب على اساس ان يجي شهر, شهر يناير او وقت الانتقالات يمضي الامور الخاصه او العقود الرسميه لكن من خلال قعده شيكابالا مع اوباما في امور اتغيرت ان اللاعب كمان مضى آه لنادي الزمالك بعد ما شاف الورق الخاص بالمستحقات الخاصه به المتاخره وايضا بعد المفاوضات في فكره آه العقد بتاعه الجديد يعني آه مش زي ما هو كان عايز 17 ولا كان آه زي ما نادي الزمالك عايز آه آه 8 8 مليون لكن الامور اتقربت بشكل كبير ما بين النادي وما بين اوباما وبالتالي احنا شفناه النهارده في الملعب كان هو سبب في ضربه الجزاء واضح جدا ان الامور ابتدت تستقر بالنسبه لاوباما بعد قعده شيكابالا اللي كان يوم عيد ميلاد ابن شيكابالا وبالتالي ده كان شيء مهم جدا ان جماهير نادي الزمالك تطمن زي ما بقول لكم النهارده الزمالك كسب سواء بمصطفى محمد موجود او مش موجود سواء بطارق حامد موجود او مش موجود فريق نادي الزمالك ونادي الزمالك مستمر في وجوده كاكبر الانديه المصريه ايا كان مين موجود او مش موجود هروح